بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا لي بوكل او لا لي ستريكتيو ريبيتيتيف، بمعنى كيفاش تكون عندي واحد لانستريكسيون او لا واحد بلوك دانستريكسيون يتعاود بزاف المرة على حسب واحد لا كونديسيون. بمعنى حنا شفنا ان اف هاد لا كونديسيون بما انها محققه كيدخل اكزيكوتي واحد البلوك، الا ما محققاش كي اكزيكوتي بلوك اخر. ونفس الفكره تقريبا شفناها بالنسبه للسويتش، وين كونديسيون الا تحققت هاد الكونديسيون كي اكزيكوتي داكشي اللي ابخي دين. بالنسبه لهاد لا ميم شوز كيتكرر كذلك بالنسبه لهاد لي بوكل، ولكن هاد المره في شكل اخر، بحيث انه بما ان هاد لا كونديسيون محققه كيبقى كي اكزيكوتي حتى كت تولي لا كونديسيون كتساوي فوس، او حتى لا كونديسيون ما باقيش كتحقق. اذا السانتاكس نتاعها هو انا بالنسبه لي ديجا كنخدم في لونغاج دو بروغراماسيون، كاينين في لي بوكل اون جينيرال في البيزيك تاع كاع لي لونغاج، كاين لا بوكل فور، كاين اللي كتبازي على الاندكس ملي كتبدا تلخر، كاين لا بوكل وايل كتبازي على كونديسيون، كاين لا بوكل دو وايل. هادو جينيرال اللي كاينين في وسط اسكو سير في وسط في بي دوت نت، كاين بعض لي بوكل زايدين شويه بحال دو انتل الى اخره. طيب اذا حنا فوسط بالنسبه لهاد ترانزاكت سكرين كاين فقط لا بوكل وايل، لا بوكل وايل، وكاين واحد الشيء اخر عندي الحق ربطو على شكل بوكل غادي نشوفه في الدرس اللي جاي ان شاء الله تعالى. اذا غادي نبداو على بركه الله. ديكلار سميت الفاريابل نعطيو مثلا اي دو تيب انت. طيب حنا مثلا نشوف لوبجيكتيف تاعنا هو الاول قبل ما نبداو الكتابه، بغينا حنا مثلا واحد الميساج نافيشي او لا نافيشي واحد لا ليست تاع الاعداد من 1 حتى ل 20، من 1 حتى ل 20. اذا اش غادي ندير؟ انا قلنا حنا كاينه لا بوكل واي صافي، غادي نديك لا فاريابل اي وغادي نسيتي هاد اي باش بلا فالور واحد. اذا خصني نبقى كنبوكلي على هاد اي. اذا غادي ندير وايل اي كتساوي او لا اي، حنا قلنا تمشي حتى ل 20، الا كانت إيه بما ان اي اصغر، لاحظوا معايا بما ان اي اصغر او يساوي 20 غادي يبقى كي اكزكيوتي هذا البلوك. انتبهوا معايا مزيان لهاد الكونديسيون. دابا اش درت؟ ديكلارت اي وقلت لي ان سيلزا بلا فالور 1، وجيت قلت لي وايل اي اصغر او يساوي 20، بما ان اي باقي صغيره من 20 بقات اكزكيوتي هذا الميساج. وهذا الميساج شنو هو؟ هو يعطيني برنت لا فالور دو اي. اتفقين؟ الا خليت انا هاد لابوكل هكا غادي تكون بوكل انفيني، بقا كدور. علاش؟ حيت هذا عنده فالور وحده اللي هي هاد اي، ما تبقى ستاتيك. اذا هذا مشكل، اش خصني ندير؟ خصني نقول لي افيشي لا فالور نتاع اي ويدوز اي انكريمونتي اي بلس ان، بمعنى برنت اي ها هي اللي غادي يجي دوز يدير سيت اي كتساوي اي بلس ان. اذا هادي لانكريمونتاسيون غادي يجي في اللوب لا فالور اللي غادي تكون انستان تاع اي هي واحد، غادي يجي افيشي واحد ويزيد على اي واحد غادي تشوف فيها جوج، يدخل يلقى لا روكيت محق لا كونديسيون محققه يزيد في اي، يبقى غادي هكا حتى يوصل لا فالور 20 غادي تحقق، يزيد على واحد 21 وما غاديش تحقق وغادي يخرج من لا بوكل. اذا اكزيكوتي نشوفوا، لاحظنا عطاني من واحد حتى ل 20. اذا هذا هو السانتاكس ديال لا بوكل وايل. دابا غادي نشوف واحد ليكزومبل سريع، مثلا افترضوا بغينا الاعداد الزوجيه، اش غادي ندير؟ حنا قرينا وايل، قرينا لي بوكل وايل و بوكل، قرينا اف. اذا غادي نستثمر اف وسط وايل، غادي نجي وسط هنا غادي ندير اف الا كان اي بورسونتاج مثلا الزوجيه جوج يساوي صفر. اذا هذه كونديسيون غادي اكزيكوتي هذا البلوك. الا كان اي مود جوج يساوي صفر اش كتعني؟ كتعني انه كنقول ليه الا كانت هاد اي او لا، بمعنى اخر الا كان الخارج ديال القسمه اي على جوج كيساوي صفر افيشي هاد لو ميساج بهاد الشكل هذا. اذا تيست دابا سيليكسيوني اكزكيوتي، لاحظنا جوج ربعة ستة تق الى اخر 20، ولو قدر الله بديت من صفر و اكزكيوتي غادي يبدا من صفر. علاش؟ حنت صفر الى قسمت الى جوج بعتيك صفر و صفر. طيب اذا حتى لهنا هذا هو البرانسيب ديال لا بوكل وايل، وغادي نكتشفوا بهذا القدر هذا حتى درس اخر ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نقادوا لي بوكل بطريقه اخرى اللي كتعلق بلي لابل او ما يسمى بجو تو. الى هنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.